ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي. الإمام أبا عبد الله الحسين عليه السلام زيارة مني ونيابة عن سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان وعن والدي ووالد والدي وعن إخوتي وأخواتي وعن أهلي وجيراني وأصدقائي وعن المؤمنين والمؤمنات وعن شهدائنا الأبرار وعلى الخصوص عمن قلدني الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. سني يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا يا وجيهنا